مرحبا لكل المشاهدين، من وين ما كنتوا عم بتتابعونا. المجلة الصحية برنامج بيطلع عليكم يوميا بكل فقراته مع ضيوفه المميزين. بدي اذكركم مثل كل مرة انه فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. نظمت شركة اي بي اس جينوميكس ندوة تثقيفية للصحافة العلمية بلبنان بفندق فاندوم بعنوان فحص جديد لمرضى السرطان، تحديد للبروفايل اورام السرطانية يلي هو نيو تيست فور كانسر بيشنتس تيومر بروفايلينج. حاضر بالندوة كل من البروفيسور فضل خوري رئيس قسم امراض الدم والاورام وهو بالولايات المتحدة الامريكية، والبروفيسور فادي فرحات مختص بامراض الدم والاورام ورئيس الجمعية اللبنانية لأمراض الدم والأورام. افتتح الندوة المدير العام لشركة اي بي اس جينوميكس الدكتورة ريما الحلو يلي عرفت الصحفيين على ماهية عمل شركة هالشركة ومدى اهتمامها بتوفير أحدث الفحوصات الجينية لمرضى السرطان بلبنان ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. تابع الحضور باهتمام شرح البروفيسور فضل خوري عن النقل النوعية الحاصلة بمجال علاج الأورام السرطانية. بالماضي قال كنا نتبع بروتوكولات معينة لعلاج أي ورم سرطاني، أي كنا نتبع مقاربة مقاس واحد يناسب الجميع، وبحال فشل العلاج كنا كأطباء نوقف حائرين أمام خيارات محدودة للعلاج ومنحاول اختيار الأنسب منا لحالة المريض، ولكن بكثير من الحالات لم تكن الأدوية المختارة فعالة لمحاربة هذا الورم السرطاني بالتحديد، الأمر يلي قد ينعكس سلبا على صحة المريض من ناحية فشل هذا العلاج بمحاربة الورم. وأضاف أما اليوم ومع تطور علم الجينات والتقنيات المتاحة نحن قادرون على تحديد بروفايل الأورام السرطانية على المستوى الجزئي تيومر بروفايلينج وتحليل المعلومات الجينية والبروتينات الخاصة بسرطان كل مريض على حدة. كما شدد البروفيسور فرحات على مدى تأثير القيام بهذا الفحص على نوعية حياة المريض السرطان وعلى المحيطين فيه على حد سواء، شرحا بحال سرطان الثدي المرحلة الأولى أو الثانية بتواجه المريضة هاجس أساسي، ماذا بعد العملية الجراحية؟ علاج هرموني فقط أو علاج هرموني وكيميائي معا؟ بهذه المرحلة بتساعد الفحوصات الجينية مثل الطبيب على اختيار العلاج الأنسب والأكثر فعالية لحالة مريضه. وختم قائلا نحن كأطباء نطمح دايما إلى الحصول على أفضل نتيجة من العلاج يلي منختاره، إما بالوصول إلى حالة الشفاء التام أو النجاح بالحد من معاودة الورم السرطاني بنسبة كبيرة ولأطول فترة ممكنة، كل ذلك بهدف رؤية المريض سعيد وقادر على الاستمتاع بحياته مع أحبائه. هيدا هو خبرنا. بيسرني استضيف حلقه اليوم معي باستوديو دكتور فادي فرحات. اهلا وسهلا فيك دكتور. حضرتك رئيس الجمعيه اللبنانيه لامراض الدم والاورام، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. اليوم عم نحكي عن شيء كتير جديد بالنسبه للمشاهدين، طبعا كتار يمكن سمعوا عنه ولكن ما بيعرفوا كتير تفاصيله، ولكن دايما بنقول طالما في امل جديد يعني في علاجات جيده، وهذا الشيء اللي بيطمن جزء كتير من الاشخاص اللي مصابين بانواع عديده من السرطانات. اليوم عم نحكي عن فحص جيني، ناس قادرة تعمل ناس مش قادرة تعمل، رح حنفوت بكتير تفاصيل، ولكن إذا ما نحكي عن أمل، هل هو أمل حقيقة سعيد؟ طبعا طبعا، هذا بيضيف للعلاجات الحالية تحسين. يعني هذا الفحص ما بيأثر، منه علاج، هذا فحص جيني بيساعدنا لنفهم أكثر طبيعة الورم لنقدر نعالج أفضل. أنا برجع بذكر أنه التطور بصير تراكم، يعني بقولوا أنا عظيم لأني أقف على أكتاف العظماء، يعني خطوة من كل مرة بنزيد مدماك، بنزيد مدماك، بنعلى، بنتحسن. هذا الفحص إجا ليحط بإطار واحد مجموعة التطورات اللي موجودة بعلم الجينات. نحن قبل كنا نعرف أنه في خلايا سرطانية، هلأ بنعرف أنه هذه الخلايا السرطانية في إلها محرك. وعم نحاول نفهم أكثر محرك الخلايا، لأنه أول سؤال بيتبادر لذهن المريض وأهله أنه ليش مريضنا بيتطور بشكل أسوأ من المريض التاني اللي بنعرفه اللي مرضه بيبقى سنين طويلة. فإذا الأشخاص مختلفين، الأمراض مختلفة، حتى ضمن نفس الورم، يعني حتى ضمن ورم ثدي أو ورم رئتين بتلاقي ناس بتتطور بشكل سريع، ناس بتتطور عمهلة، والسبب هو المحرك الجيني، محرك الورم. لما قدرنا نفهم أكثر محركات الجينية للورم عم نقدر نعالجها أكثر.
ليش مريض ورمه بيتطور بثلاث سنين وواحد بعشر سنين؟ لأنه الخلل الجيني اللي حاصل بقلب الخلية، خلية الورم، سريع يعني أجريسيف، عدائي، بيأثر على المرض بخليه يتطور بشكل سريع. بينما الخلل الجيني الآخر اللي صار عند شخص تاني خلى الورم يتطور على مهله، ما يتسارع بشكل كبير. هذا أولا. تانيا الخلل الجيني له أهمية قصوى، أنه عم بيخلينا نقدر نسيطر على الخلية. متى ما عرف السبب بطل العجب. طبعا. عرفنا الخلل الجيني قدرنا نوجه. ومهم بالأمر أنه نقول أنه الخلل الجيني نحن بعدنا ببداية الطريق، يعني ما بندعي أنه اكتشفنا كل الأمور. نحن اللي فينا نقوله أنه بسبب التطورات اللي بلشت من 200 سنة و 300 سنة من أيام مندل، يعني أول ما فكر بالعلم الوراثي، ووقت اللي فكوا الخريطة الجينية بالقرن الماضي، وقت اللي حددوا الجينات للإنسان وعرفوها كلها، من بعد ما عرفوا الخريطة الجينية السليمة صار فيهم يكتشفوا الخلل. وهيك عم بيصير، وهلأ بتلاقي من سنة لسنة عم بيكتشفوا أكتر. هيدا العلم موجود من سنين، بس أهميته أنه هلأ صار في كتير له انتشار بكتير من الأورام. طيب دكتور فاديوس، احكي عن تيومر بروفايلينج. أنا كان بتقلي أنه أنا مرضي لا يشبه اي مرض عند شخص اخر، يعني كل واحد عنده مرضه، هو صحيح سرطان ولكن ما بيشبه حال التاني. مشان هيك من خلال هيدا الفحص بتقدر تحدد، لانه ممكن هذا العلاج يناسبني بس ما يناسب شخص اخر. بالضبط. بالضبط. حضرتك قلتي بالمقدمه انه علاج اوحد للجميع، يعني كانت قبل الفكره انه اذا في سرطان رئه، وهلا حنستعرضهم بالسلايدات بعد شوي، اذا كان في سرطان رئه او سرطان ثدي، كنا خلينا على سرطان الثدي لانه اكثر شيوعا. اذا سرطان الثدي كنا قبل نعالج كل النساء اذا انتشر المرض، او حتى كان موضعي بنفس الطريقه، كنا نستغرب ليش في مريضه بعد سنه بيرجع بتنتكس، مريضه بتبقى 10 سنين ومريضه بتشفى كل العمر. ما كنا نعرف ليه. لما صرنا ندرس صار عندنا الامكانيه نفهم اكثر الخليه نفسها، وتجزأت الخليه ودخلنا على 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 النويو، على القلب تبعها، صرنا نفهم انه في خلل جيني محدد، صرنا نقسمهم. اول الامر قسمناهم مثلا لسرطان ثدي حيث المؤشر الهرموني عالي، وسرطان ثدي المؤشر الهرموني واطي، اي ار بوزيتيف اي ار نيجاتيف او هرمون ريسبتورز. بعدين اكتشفنا انه في محرك جيني اساسي جدا اللي هو هرتو، واللي هو عدائي جدا، كنا اذا ما عالجناه يتطور المريض. هلا بس اكتشفنا انه في هذا الخلل الجيني قسمناهم لجزئين، يعني بالاصل مقسمينهم هرمون بوزيتيف هرمون نيجاتيف، هلا عم نقسمهم ضمن كل وحده مؤشر جيني، الهرتو بوزيتيف والهرتو نيجاتيف. صرنا نعرف انه اذا عالجنا هذا الخلل الوراثي صار وضع البوزيتيف مثل النيجاتيف، يعني اللي عنده الخلل الجيني بس اعطيه المضاد بيصير مثل النيجاتيف. فيعني طبعا الاورام مش مثل بعض، الاشخاص مش مثل بعض، اكيد هذه كنا بنعرفها ونتعامل معها، وهلأ الأورام ما بتشبه بعضها. صحيح. وهذا اللي بيخلي الأمر أصعب. يعني أنا مش بس عندي أشخاص أعضاؤهم الجسدية مختلفة، أعمارهم مختلفة، قطعتهم مختلفة، حتى مرضهم يختلف عند شخصين، يعني حتى لو كانوا توأم الأمراض بتختلف، لو كانوا من نفس العائلة الأورام بتختلف والأمراض وتطورها بيختلف، لأنه المحرك الجيني، محرك الورم اللي هو الخلل الجيني يختلف. كل ما قدرت أعرف الخلل الجيني كل ما قدرت سيطر أكثر. قبل ما فوت نشوف سلايدات نحكي أكثر بصل بموضوع حلقتنا، خليني بس أسأل كم سؤال، لأنه أول ما نسمع نحن بشي جديد دغري بننبسط، بنحس إنه خي صار في أمل، ولكن بس نفوت بتفاصيله بنحس إنه لا، صار في شوي صعوبة، إن كان من ناحية المادية، إن كان إنه بوقت التست قديش رح يضل، قد كيف لتكون النتيجة. كل شخص بيقدر يعمل هالفحص الجيني إذا هو بحاجة لإله، يعني بالضبط كل شخص بيقدر يعمله. ايه؟ بس مش كل شخص لازم يعمله. ايه أكيد. أنا بدي أذكر بنقطة كتير مهمة ونحكى فيها بالمؤتمر اللي صار بأمريكا بشيكاغو بجون بحزيران. العلم ما بيتطور إذا بدنا ناخد محاذيرنا كل الوقت، بدنا نجرب. هذا التست، الفحوصات الجينية اللي عم ينحكى عنها كتير صار، وللحقيقة داخلة بكل القطاعات، يعني بكل الأمراض، هذا التست انتقل من المرحلة التجريبية
وبعده ما اصبح بالجايد لاينز، يعني ما اصبح مثبت للجميع، بس هو بالمرحله اللي عم بيتطور فيها، اذا ما تم استعماله ما حنفهم حسناته وسيئاته، حسناته عم بتبين كتير واضحه، سيئاته ما له، بس هي المشكله الاساسيه الكلفه، يعني بالهيلث ايكونومي بالاقتصاد الصحي معروفه انه اذا في اموال فيك تعمل اللي بدك اياه، بس السؤال لمين بوجه هذا العلاج؟ هذا سؤال كتير مهم والدولة بتقيم فيه، بس بدول مثل أوروبا وأمريكا، بأمريكا بشكل خاص المؤسسات الضامنة عم بتقوم فيه، لأنه عم يحسب أنه أنا بحط مبلغ بالمكان المناسب مش لكل المرضى، بوفر علي بعدة أمور. نحن بالنهاية ما عم نشتغل اقتصاد بس أنا بوفر علي كلفة الدواء ما فيد المريض، بس بوفر علي شقة وعذاب مريض أخذ علاج كان ممكن يتجنبه لو يعمل الفحص، كان أثبت هذا الفحص أنه هذا العلاج ما بيفيده، وكمان يمكن من البداية أعطيه علاج أنسب، لأنه بذكر وحيبين معنا بسلايدات بعدين، في ناس بياخدوا علاجات غير متوقعة، يعني نحن بنعرف بسرطان الثدي عندنا مجموعة من الأدوية، أو بسرطان الرئة أو المريء أو المعدة أو الكولون، في مجموعة من البروتوكولات بنسميها، هون الأدوية صالحة بهذا الإطار، بس إذا كان الخلل الجيني غير اعتيادي، لكل القاعدة يثبتها الشواذ. نحن بنعرف أنه في بعض الأورام عندها خلل جيني غير متوقع إطلاقا، يعني ممكن سرطان جلد عالجه مثل لويكيميا، هذه ما بتخطر عبالي ولا بحق لي استعملها، وحسب طبيا إذا استعملتها، بس ممكن إذا عملت الفحص الجيني يبين انه هذا الخلل الموتور، الخلل الجيني اللي موجود هون محرك هذا الورم بيشبه محرك الورم اللي باللوكيميا، فاذا الخليه بتشبه بعضها بطلت اتعامل على مكان الورم، يعني اذا ورم ثدي وورم رئتين عنده نفس الخلل الجيني له نفس العلاج. فكتير مهمه هذه المساله. اما المساله الماديه فعاده بتصويب العلاج بتساعد، بس انا بدي اقول شغله كتير مهمه، نحن مش بصدد نقول لمرضى السرطان انه لازم كلكم تعملوا هذا الفحص اطلاقا، نحن بنقول انه لازم تبلشوا تفكروا بهذا الفحص، وطبعا الاطباء عم بيفكروا بالموضوع وبدنا نصوب العلاج، وفي اماكن محدده ينعمل فيها الفحص، في اماكن لازم ينعمل فيها الفحص، في اماكن اوبشنال اختياري. طيب لما بحكي عن يعني هون عم تحكي عن قديش ممكن ينعمل هيدا الفحص جيني، لانه يبعد بعدك عن قصه العلاجات اللي ممكن توصل لمرحله ما تجاوبت على اساسها، يعني انا اذا اكتشفت اليوم عندي سرطان، اوكي؟ افضل سلامه قلبك، ما فيش شيء انه ما حدا فوق راسه خاينه، اكتشفنا عندي سرطان مثلا، قبل ما فوت مثل العادي البروتوكول القديم يعالجوني، في بلش من هاللحظه اعمل انا الفحص الجيني لعلى اساسه اتعالج بالضبط، بس في محاذير، لانه في بعض الاورام اللي معروف علاجها ومثبت علاجها وعم تتطور بشكل عادي، فيني ما بلش بالفحص، يعني بمعنى اذا بدي اخذ الفاتوره الاستشفائيه العامه بالنهايه هذه الفحوصات مكلفه، اذا انا بدي اعملها لكل الناس ما في، مثل الصور اللي بيقولوا انا ما بنعمل صور وقائي لكل الناس، لانه انا اكيد بتفيد بس الكلفه كتير عاليه، بدنا نفكر بالكلفه. طبعا اذا مريضه ارتقى طبيبه انه لازم تعمل هالفحص اكيد بدها تعمله، لانه عنده الاسباب انه يعمل هذا الفحص، بس ما بننصح كل مريض عند التشخيص يعمله، بده يراجع طبيبه ويسألوا عنه. يعني سرطان ثدي كلاسيكي جدا ماني بحاجه اعمل هالفحوصات الموسعه، لانه طبعا نحن عم ندرس الخلل الجيني عبر دراسه الهرمونات ودراسه الهيرتو، بس لانه هول فحصين بنعملهم. إذا سرطان الثدي عولج وتبين أنه عم يتطور بشكل غير اعتيادي بنلجأ للبروفايلينج للورم، بينما سرطان الرئة قد ما صار متشعب صرنا من البداية بننصح يعملوا هذه الفحوصات، لأنه بتساعدهم باكتشاف الخلل الجيني، وبسرطان الرئة مش مثل الثدي عندنا كتير خلل جيني موجود، عندنا شي 7-8 على القليل اللي موجودين واللي لهم علاج موجه، فيعني بدي أدرسهم لحتى وجه علاجي أولا، ثانيا بتفيدني كمان باختيار العلاج اللي ما بيناسبني. نحن بنتذكر أنه العلاج الكيميائي بعد له دور، فهيدي الخلل الجيني احيانا بدلنا مثل ما شفنا تحت الهواء انه في بعض الخلل الجيني اللي له علاقه بسرطان الثدي اذا وجد بسرطان الرئه بدل انه بعض الادويه ممكن ما تفيد، فنحن لازم نعرف نوجه، نحن عم نصوب علاجنا بناء على اجراء هذا الفحص الذي لن يتم اجراؤه الا بطلب من الطبيب وبموافقه الطبيب. المريض بيسال عنه للفحص
بس ما بنعمله لكل المرضى. بس واهميته لاثنين صارت، للمريض ولا الطبيب. اهميته باللي هيك كله بيصب بمصلحه المريض. نحن يعني انا وحضرتك موجودين هون وعم نعمل هالاذاعه والمستشفى موجود والدراسات كلها لخدمه المريض. طبعا انا لما بقول انه المريض بيبدي الرغبه، بس الطبيب لازم يقرر، لازم يكون في مرجعيه علميه تقرر اللي هو الطبيب. هذا ما قصدي. على كل حال بعرف انه تفاصيل عديده رح نحكيها قبل ما فوت بالفقره الثانيه، حتى نبلش هيك نوضح للمشاهدين من خلال السلايدات اللي رح يقطعوا قدامنا على الشاشه وتشرح عنهم دكتور. هون عندي سؤال، طيب اذا المريض، اذا انا كنت اليوم مريضه سرطان اكس، يعني كنت مريضه سرطان اخذت العلاج ما وافقني العلاج لاول مرحله، او اخذته وافقني اول مرحله رجعت عملت روشوت، هون اذا عمل روشوت ترجع بتعمل فحص الجيني؟ يعني اذا قادرين طبعا ترجع بتعمل. اذا قادرين طبعا، بس رح ارجع اكرر، بس بسلايدات حيبينوا في فئه من الناس بننصح انه يعملوا الفحص الجيني عند بدايه التشخيص. اوكي مثل ما كنت عم بحكي. عند بدايه التشخيص. أوكي. اذا مريض كان كلاسيكي مثلا سرطان ثدي وروجع المرض بشكل سريع، في شيء غير اعتيادي كمان بننصح، بس اذا بس ما هو ما بيكون حق على العلاج، ما هيك؟ لا ما له ذنب بالعلاج، يعني هذا الخلل اللي موجود بالورم، بالنهاية الورم هو الدرايفر، الورم هو الأساس، هو اللي بيحدد طريقة العلاج. بمعنى الورم نفسه والخلل الجيني اللي موجود فيه نحن ما بنعرف، نحن قدامنا علبة مسكرة اللي هي الورم، فنحن بنعطي علاجات على هالأساس. هذا الفحص الجيني بيجي بيفتحها بيخلينا نقرأ ببعض الأحيان، ما بيصيب دائما، بس ببعض الأحيان بيعطينا معلومات إضافية، فبدل ما نعالج علبة مسكرة عم نعالج علبة مفتوحة، وممكن تفيدنا هذه الفحوصات لتصويب العلاج. مش دائما بتفيدنا، بس ممكن تفيدنا ببعض الحالات، ببعض الحالات بتعطينا نتائج ممتازة. ما بتصيب عند كل الناس، ما بتفيد كل الناس، بتفيد البعض مثل العلاجات. طيب فطالما السرطان عم يتطور وعم بتزيد الحالات ونسبة كتير عم بتكون عالية، ممكن نوصل لمرحلة يصير هالفحص الجيني هو اوبليغاتوار، يعني اوتوماتيك ما دغري نعمله بدون استشارة المريض مثل ما بنعمل البيوبسي وبنعمل كل هولي لتحديد المرض؟ صدقيني لو المسألة المادية محلولة هذا الفحص بيدخل بالفحوصات اليومية للمرضى. ما طبيعي جدا انه نحن نعمل فحص جيني لكل الاورام. انا بعتقد بعد سنوات طويلة، بعد سنوات مش بعيدة 10 سنين 15 سنة بده يصير يمنع العلاج بدون دراسة هذا البروفايل الجيني. انا بالنسبة لي هذا امر واضح، بس يعني انا شخصيا عامل MBA ودارس هيلث ايكونومي اقتصاد صحي، بعرف اهمية الموضوع. صحيح. بعرف قديش مهم مسألة المدفوعات. نحن بمجتمع الطب عم بيكون مكلف كتير. صحيح. يعني بدولة مثل أمريكا 17% من المدخول الفردي بيروح على مدخول الدولة الفردي بيروح على الطبابة وما عندهم أحسن نظام. صحيح. بلبنان نحن عندنا فوق بين 12 و15 كمان، يعني هذه فاتورة كتير مكلفة، والأدوية اللي عم تجي لأنه في اكتشافات باهرة عم بتكون مكلفة جدا. مزبوط هلأ مكلفة، بس بعد سنوات بس تمرق البيتنسي تبعتها، تمرق الحقية الاستعمال، بعد 10 سنين بينزل سعرها كتير. بس هذه الاكتشافات نحن اللي عم ندفع ثمنها، مضطرين ننسق ومضطرين نصوب. يعني منا سهلة على وزارة الصحة مثلا تعمل بادجت للطبابة وفي مشاكل تاني، وفي عندك مشاكل سير ووفيات بالسير ووفيات بأمراض تاني، فكيف بدنا نصوب علاجنا؟ مشان هيك لازم يكون في تصويب، لا يعني تصويب وانتقاء للفحوصات. في شيء مهم وفي شيء بالنسبة لي بعد 15 سنة حكما هذا بده يصير ضمن الروتين اليومي. هلأ بسرطان الرئة من 5 سنين كنا أبدا ما نحكي بهالمواضيع، هلأ بسرطان الرئة ما عاد فينا إلا ما نحكي بهذا الأمر، فهذا أصبح أمر واجب. هنتوقف مع فاصل صغير من بعده حتى نكمل حلقتنا ونشوف سلايدات متابعة في برا. عودة لكم مشاهدينا حتى نتابع المجلة الصحية مع ضيفنا دكتور فاتي فرحات. برجع برحب فيك من جديد دكتور. لابد من أن نبلش نشوف سلايدز لحتى المشاهدين يشوفوا حقيقة ويركزوا عن شو عم نحكي، وهيك أكثر بنفهم تفاصيل أنا وياهن عن موضوع حلقتنا. حنبلش نشوف بالبداية أول سلايد من خلاله ومنشوف مدورة. هذه أول سلايد بتفرجي بالأزرق المجموعة من المرضى. أوكي.
هول المرضى عادة بنعالجهم نحن بعلاج أوحد لنقول سرطان رئة، بياخذوا نفس العلاج. بتلاحظوا بدون ما أدخل بالتفاصيل في أربع فئات، بتقسموا لأربع فئات. في فئة ما بتستفيد من العلاج وما بتعمل مضاعفات، في فئة ما بتستفيد من العلاج بتعمل مضاعفات، في فئة بتستفيد من العلاج وبتعمل مضاعفات، وفئة بتستفيد من العلاج بس ما بتعمل مضاعفات. فنحن الهدف الرئيسي من تصويب علاجنا يعني انتقاء هالأشخاص لحتى نصير نعرف يعني اللي ما بيستفيد من العلاج اللي هن جزء من المرضى ما في داعي نعذبهم، ما في داعي نعطيهم اصلا هذا العلاج، بنلجأ لعلاج ثاني اصوب. يعني عم برجع اكرر بهذه الصوره انه المرضى مزبوط هن عندهم نفس المرض نفس العضو وبنفس نفس الهيستولوجي يعني زرع الانسجه، بس هن بيتفاعلوا باشكال مختلفه، وهذا بيساعدني على تصويب العلاج اني اعطيه نسبه انجح من العلاج، خفف عنه المضاعفات واني خفف الكلفه. هذه أول سلايد. تاني واحدة هذه كمان بسرطان الرئة، مثل ما لاحظتوا قبل ما نكتشف بعلم الأنسجة اختلاف الأورام سرطان الرئة كانوا كل هالمرضى مثل بعضهم، كانوا ما يختلفوا عن بعضهم. بعدين لما بلشنا نكتشف بالعلم الأنسجة بتلاحظوا بأسفل الصورة في أدينوكارسينوم وفي سمول سيل ولارج سيل وسكويموس سيل، قسمناهم مثلا لفئة لون الأزرق اللي هني أول سطرين، بعدين اللون الموف، بعدين اللون التيت، مهم أنه لأربع فئات. بينما بالسلايد اللي بعدها بنشوف انه الفئه الزرقاء اللي كانت هي تعتبر ادينوكارسينوم. السلايد اللي بعدها لاحظوا انه الخط الاول والثاني والثالث اللي هن عندهم ادينوكارسينوم نوع اوحد صاروا مختلفين، يعني في ناس بالاورانج، ناس بالاصفر، ناس بالازرق، ناس بالاحمر، يعني الوان مختلفه. نحن هون الالوان بتدل على خلل جيني مختلف، يعني اللي كانوا قبل يعتبر عندهم نفس المرض ياخذوا 100% نفس العلاج اصبحوا هلا عندهم سبع انواع علاجات مختلفه. وعلى فكره معظم العلاجات هيدي اللي موجهه عم بتكون حبوب، يعني المريض عم ياخذها بالبيت. فانا شو عم بكسب؟ اولا برجع بكرر، اولا عم بعطيه علاج مفيد وموجه، ثانيا عم بعطيه علاج بدون مضاعفات، وثالثا عم بعطيه علاج مكلف اقل. برجع بكرر يعني انا لما وجهت علاجي وفرت عليه مضاعفات العلاج الكيميائي او العلاج الاخر اللي حياخده ما كان بده يفيده، ثانيا اعطيته العلاج الانسب وراح دغري على العلاج مباشره، دغري على السوس على المصدر، وثالثا وفرت عليه المضاعفات، واهم شيء انه كمان وفرت على الفاتوره الطبيه. هذه الاهميه. هذه الصوره كمان بتدل كمان بسرطان رئة، بس لنفرجيكم انه اذا بتشيلوا جزء الاخضر اللي هو بعد ما اكتشفنا فيه خلل جيني، يعني عندنا تقريبا 68% اصبحوا معروفين الخلل الجيني اللي فيهم. يعني عندي خلل جيني واضح، تصوروا هذه القطع الازرق النبيتي الاخضر الصغير الموف، كلهم هول عندهم خلل جيني، ومعظمهم فيه يوجه علاجي، معظمهم بفهم كيف بده يتفاعلوا مع العلاج الكيميائي. الباي الخضراء خلينا نرجع نشوفها بليز الصوره اللي قبل. باعلى الشاشه على الشمال بنشوف هذه القطعه الخضراء اللي بتشكل تقريبا 33%. هيدي على الارجح نحن بعدنا ما اكتشفنا الخلل، لانه نحن عم نتطور، نحن بعدنا عم يعني عم خطوه خطوه. العلم نحن المقصود العلماء، العلم بكل العالم عم بيتطوروا شوي شوي وعم بيكتشفوا الخلل الجيني، وان شاء الله مع الوقت بيكتشفوا. هنمرق بالصور سريعا لانه عسى ما يقطع الوقت بدون ما نحكي عنهم كلهم. خلينا نشوف الصوره اللي بعدها جوزيف، هيك بنقدر كمان نقطعهم بسرعه. هيدي بشكل سريع باللون الاحمر بتشوفوا خلل جيني مختلف وتاثيرهم، على اليمين بتشوفوا سهم طالع او نازل، يعني بفيد او ما بفيد. سلايد اللي بعدها هيدي كمان مره بترجع بتشوفوا على الشاشه على اليسار انه الناس موجودين بكثره، الناس موجودين هن مختلفين، بس تعمل لهم الفحص بتقسمهم لليموني واحمر واخضر وازرق، وكل وحده لها علاج مختلف. اللي بعدها كمان هذه كمان بتعطينا فكرة، أنا بدي أعالج مريض وعندي كل هالأدوية وأنا ما بعرف أي دواء بفيد وأي دواء ما بفيد، وتذكروا الدواء اللي ما بفيد ممكن يضر. صحيح. السلايد اللي بعدها بشوف أنه بقدر بالفحص الجيني انتقي، بصير لاقي بالأخضر الأدوية اللي ممكن تفيد المريض، وبالأحمر الأدوية اللي ممكن تأذيه أو ممكن ما تفيده، وبهذه الطريقة أنا 50% شلتهم. وهون لاحظوا هذه كتير مهمة، أنا رح وقف عندها. الناس مختلفين، لمين بختار هيدا العلاج؟
لمين بختار عفوا هذا الفحص؟ هذا الفحص بختاره لمرضى بالاصل نحن ما عندنا لهم علاجات، في فئه من الناس في اورام بتجي لعنا ما بنعرف شو بدنا نعالجهم، بدون ما نذكر الاسماء حتى ما ندخل الرعب على القلوب، بس انه في فئه من الناس العلاج للحقيقه الحكمة ما بيعرفوا شو هو. في جزء نعرف العلاج بس العلاج منه كتير فعال وقاسي المرض، كمان هو بيستفيده. بالفئه الثالثه في ناس اخذوا علاج بس ما استفادوا بشكل غير اعتيادي، لازم يستفيدوا ما استفادوا، ما تجاوبوا بالطريقه المستنصينه، يعني مريض عم بياخذ علاج وقائي لسرطان رئه بعد الاستئصال، ما لازم يعمل يروجع مرضه. اذا روجع خلال الاشهر اللي تلت العمليه الجراحيه، يعني في خطر محدد، في شيء استجابه غير عاديه، في مرض غير عادي، في خلل جيني غير عادي، يعني علاجه يختلف. كمان مره برجع بقول انه عطى رده فعل غير عاديه على العلاج، فلا نفهم اكثر. خلينا نكمل هذه بس طريقه لطيفه لنقول انه نحن عاده نضرب على الهدف بالوسيله الاعتياديه. هذا تيومر بروفايلينج هو مثل اللي عم يستعمل منظار لحتى يصيب بشكل اسلم، هيدا ما غير العلاج، بعدنا عم نستعمل العلاجات بس عم بخلينا نصيب اكثر. هيدي فكرة كاريكاتورية تعلق بالذهن. يعني خليني توقف عند هيدي الصورة، خليني أسألك سؤالين. أول سؤال هو لما أنت بتعمل طالك سؤال واحد لما بنعمل التيومر بروفايلينج، لما بنعمل الفحص الجيني، هون لما بتحكي عن علاج موجه، هل العلاج الموجه بتقدر من خلاله تحدد قديش كمية العلاج حتكون أو فترة العلاج حتكون أو كمية الأدوية اللي حتنعطى كمان؟ طبعا بتحدد كمية الأدوية اللي بدي استعملها. يعني إذا أنا عم بستعمل حتى بعدني علاج كيميائي بتحدد لي، بتقلي مثلا أذكر اسم، بتقلي السيسبلات بهيدي الحالة منه فعال لأنه الخلل الجيني، بس لعطي فكرة، الخلل الجيني بيصلح الخط، يعني العلاج الكيميائي بيضرب الأدئان، بيضرب الأدئان اللي موجودة وراكي، بيضرب الأدئان، ففي الجسم عنده القدرة، الحمض النووي، الجسم عنده القدرة يجي يعمل يصلح الخلل، في أنزيم اسمه أنزيم ريباراز. فإذا أنا عملت الفحص لقيت أنه هيدي الأنزيم ريباراز موجودة بنسبة عالية، بعرف أنه هذا الدواء ما حيفيد، حيضرب الحمض النووي، بس الحمض النووي عنده القدرة الخلية عندها القدرة تصلح الحمض النووي، فبهيدي الطريقة بفيد حتى العلاج الكيميائي. يعني أحيانا بناء على البروفايلينج تبع الورم بنقدر نغير العلاج الكيميائي، وأحيانا بنقدر نعرف خلل جيني ونغير العلاج كليا، نروح على علاج حبوب او علاج هرموني. بس ما فينا نعرف قديش المده بتتحدد مع الوقت. سؤال ثاني، طالما كل واحد عندنا المبدا بيقول مثل ما بتسمع كل الناس عم بيقولوا انه كل واحد عندنا عنده خليه سرطانيه ما بنعرف اي ساعه بتتحرك بطريقه جنونيه وبتشتغل على ذوقها، اوكي؟ طيب انا ما في اعمل هيدا الفحص الجيني التيومر بروفايلينج مثلا لحتى اشوف اذا انا حتتحرك سريعا او مش سريعا، او عندي استعداد او ما عندي استعداد؟ هذا حلم المستقبل، بس نحن بنقول حاليا التيومر بروفايلينج تبع الكانسر بينعمل على الكانسر، يعني المريض اللي عنده ورم موجود بيتشخص، بعدنا بيطور مساعده العلاج، ما انتقلنا لمرحله الوقايه او مرحله الاكتشاف المبكر. ابدا ما بفيد هذا الفحص بهذا الوضع اطلاقا. برجع بكرر، هذا الفحص بينعمل عند الناس اللي عندهم ورم مثبت وبحالات محدده، يعني بيختلف عن البركا ان بركادول اللي رح نحكي عنه هلا بكانسر الثدي. خلينا نشوف السلايد اللي قطع من شوي وقلنا حنركز عليه حتى نبلش بموضوع الثاني بحلقتنا اللي كانسر الثدي. نعم، سرطان الثدي. يعني نحن كان حديثنا تحت الهواء انه كيف ممكن نحدد للنساء الإفادة من هذا الفحص اللي عم نحكي عنه تيومر بروفايلينج. وهذه السلايد بتفرجي على دراسة أجريت بلبنان من 10 سنوات، بتفرجي أنه 88% من المرضى اللي مصابين بالسرطان بحبوا يعرفوا تشخيصهم بعكس ما الناس بتتصور، يعني المريض بحب يعرف. ولما سألناه كان في سببين، السبب الأول كان أنه بده يعيش حياته أحسن، والسبب الثاني الأهم مثل ما موجود هون، بده يصوب علاجه، بده ياخذ العلاج الافضل. مثلا في واحد يقول انا بدي اروح اخذ راي ثاني وراي ثالث، بدي استشير الحكماء، ناس بيقول انا بدي اروح اتحكم برا. يعني فاذا حق المريض والمريض بيطالب، فاذا نحن ملزمين كمجتمع طبي نمشي مع المريض انه اذا حقه يعرف وحابب هو يعرف، خليه يعرف شو طبيعة مرضه، شو تفصيل مرضه. فإذا 88% بحبوا يعرفوا تشخيصهم، نسبة كتير عالية، ليصوبوا العلاج، لحتى يصوبوا علاجهم. السلايد اللي بعدها كمان دراسة نشرت بال2012 بأوروبا،
بتقول انه سالوا المرضى هل بتحبوا تعرفوا التيومر بروفايلينج؟ قالوا له نعم 90% تقريبا 89% 90% تقريبا قالوا بدنا نعرف التيومر بروفايلينج اللي هو امر طبيعي، المريض اكيد بده يعرف مرضه. وبنشوف بالصوره اللي بعدها كمان بس عرفوا كلهم بدهم يتعالجوا، هذه مهمه. الصوره اللي بعدها بتفرجي انه تقريبا 74% من الناس مستعدين ينطروا اسبوعين او اكثر لكن طلعت النتيجه لتطلع يعني. النتيجه ليصوبوا العلاج. هذه شو بتدل؟ لانه بالاصفر في عندك تقريبا شي 15% مستعدين ينطروا اسبوع. نحن كلنا بنعرف وهيدي ما في حكيم او رام بيعطي موعد بعد 3 شهور حتى لو كان كتير مشهور، لسبب كتير بسيط انه ما حدا من الاهل مستعد ينطر، لانه الرعب اللي بيعيشه المريض عند التشخيص مع الاهل، الرعب اللي بيعيشوه بخلينا نتفاعل ونتعاطف معهم ونعطيهم اقرب موعد لو بنفس النهار اذا قدرنا. ليش؟ لانه المريض دائما بخاف وبيقول انا بدي اعرف وبدي بلش علاج بشكل سريع. فلما نقول انه المريض مستعد ينطر اسبوعين يعني المريض واعي بشكل كثير واضح. بتويكس يعني محل قد حيكون يتطور المرض طبعا. لا انا بعرف وحضرتك بتعرفي، بس المرضى مش كلهم بيعرفوا هذا الامر. المرضى بيجوا بالاهل انه اذا فيني بلش اليوم او بكره. بتشرحي لهم انه بدنا ننطر لتطلع الفحوصات، بخافوا انه يتكاثر المرض. بنشرح لهم انه المرض سرطان الثدي ليصير 1 سم بده 5 سنين، من ظهور اول خليه لتصير 1 سم بده 5 سنين، فيكم تنطروا جمعه وجمعتين. فاللي فرجيناها الباي اللي فرجيناها بتقول انه 74% من الناس مستعدين ينطروا اسبوعين او اكثر، مما بدل على الاهميه. هيدي الصوره اهميتها انه بتفرجي عن المراه لما تتشخص مع سرطان الثدي. سرطان الثدي عند المراه منقسمه مثل الاورام الباقيه، مرحله اولى ثانيه ثالثه رابعه. المرحله الاولى والثانيه اللي بتهمنا بموضوعنا اليوم، المرحله الاولى والثانيه لما بيبقى الورم اقل من 5 سنتيمتر والغدد الليمفاويه اقل من 3، هذه بيترجموا مرحله اولى وثانيه. المراه بهيدي الحاله بتجي لعند الطبيب بعد ما تكون اخضعت لجراحه استئصال جزئي او كامل للثدي. فمن إلا أنه أنت حضرتك عندك إمكانية تعمل علاج كيميائي مع هرموني أو علاج خلينا نرجع نشوف الصورة أو علاج هرموني خلينا نرجع نشوف الصورة اللي كانت يعني بالماضي كنا نحن المرضى اللي بيجوا بهيدي الحالة ستيج 1 و 2 معظمهم بعدد كتير كبير يخضعوا كلهم للكيميائي ولا الشعاعي. هلأ بسبب هذه الفحوصات الجينية صرنا عم نقدر نميز المرضى ونقول لهم مثلا للست اللي موجودة هون من إلا أنت فيك تستغني عن العلاج الكيميائي، فيك تستغني عن هر الشعر، فيك تستغني عن مضاعفات العلاج النفسي والمعنوي، وفيك تخضع إلى العلاج الهرموني فقط. ولما من إلا بتخضع إلى العلاج الهرموني مش بحاجة لعلاج كيميائي، نحن أكيدين شبه 100% أنه ما بتراجع لفترة طويلة. هذا أهمية هذا الفحص. وتصوري هذا الفحص قديش بفيد. أول شيء شو بفيد المريضة؟ خليها ما تخضع لعلاج كيميائي. ثانيا فايدة انه ما خليها تخضع للعلاج للمضاعفات النفسية. مصبوط. ما فقدت شعرها، ما تضايقت، ما لعت نفسها، ما غيرت نمط حياتها، بقيت مع عائلتها. ثلاثة خليني وفر عليها الفاتورة الاستشفائية عليها وعلى الدولة وعلى المجتمع انه ما اخذت علاج ما له لازمة. ورابعا اخذت علاج فعال اكثر، لانه العلاج الهرموني كمان علاج فعال. فاذا كثير مهم هذا الامر. خلينا نشوف السلايد اللي بعدها. بعد ما انا 5 دقائق لازم نقطع السلايدات كلهم سوا احسن ما نكون قفينا شي سلايد. حنشوف هلا اللي بعده. طيب هون فاذا لما بتكون بمرحله اولى ومرحله ثانيه يعني جريد 1 جريد 2 اوكي. نعم. عندك 3 و4 يلي هن ميتاستاز. لا 4 ميتاستاز. اوكي. 3 لا بالميتاستاز بعد شي ما بعد له عاز التيومر بروفايلينج. طبعا التيومر بروفايلينج اذا المريضه اخذت العلاج الكلاسيكي بستيج 4 اللي هي المرحله المتقدمه مع انتشار وما استفادت بشكل عادي مثل ما لازم تستفيد، لانه عاده 70% بيستفيدوا. اذا ما استفادت وعاود المرض بشكل سريع معناته الخلل الجيني اللي موجود غير عادي. انتبهي الخلل نحن بدك تصوب تتصوب اذا ما تستعز. لا 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 فيكي لا انتبهي فيكي كثير تساعدي، فيكي تخليها تستغني عن العلاجات المتعبه واحيانا بتعطيها علاجات غير متوقعه. خلينا نشوفه من سريع على الصور. هذه بشكل سريع كيف بنعمل الفحص. بأعلى الشاشة بتشوفوا الخزعة اللي هي عبارة عن شمع بنعمل للفحص الجيني اللي موجود بشكل مهضوم بالأحمر. بيطلع عنا نتيجة رقم سكور، هذا سكور مقسوم لثلاثة، فيعطينا النسب اللي بدها ترتفع بشكل عالي الهاي
واللو على الشمال على الشمال أوكي. وعلى ضوء بنختار العلاج الهرموني للناس اللي ما حيروجع مرضون والكيمياء اللي بده يعالج مرضون. و60% من المرضى بهذه الحاله ممكن يستغنوا عن العلاج. وانا بذكر نحن مش هدفنا نعفيها بس من العلاج الكيميائي. في مرضى بنبقى بالاصل نحن متصورين انه مش بحاجه لعلاج كيميائي بيطلع بدهن علاج كيميائي. يعني نحن هدفنا نعطي العلاج الانسب للمريض المميز. يعني كل مريض بيكون عنده فحص. هذه بشكل سريع كمان على الشمال هي لو جريد يعني بتيجي بهيدي الصوره هيك النتيجه بتيجي هيك النتيجه. في انواع كثير من الفحوصات بس بالثدي بالتحديد بتيجي بهذا الشكل. فينا نقول على السلايد اللي بعدها وبتقلنا انه اذا لو جريد او هاي جريد. هيدي بعتقد بس لتذكركم انه بحال سرطان الثدي انا بدي ارجع اذكر نحن حكينا تيومر بروفايلنج بشكل عام وعم نحكي عن سرطان الثدي بشكل خاص. بسرطان الثدي بشكل خاص تيومر بروفايلنج بالدرجه الاولى والثانيه النساء اللي عندهم الهرمون بوزيتيف بقسمهم لهاي ريسك ولو ريسك وفي الانترميديت اللي ما بنعرف كثير كيف نعالجهم. بس اذا كانت هاي ريسك بنعرف انه هذه المريضه بدها تاخذ علاج كيميائي لا مفر. اذا كانت لو ريسك بنعرف انه مش بحاجه ابدا للعلاج الكيميائي. اولا نكون صوبنا العلاج وفرنا عليها او اعطيناها العلاج المناسب. ثانيا وفرنا عليها المشكله الماديه. وثالثا بنكون ريحناها من المضاعفات. يعني قد ايه عم تخليني اقتنع بقصه انه لما كانوا يقولوا قديما خليني بعمل علاج الكيميائي افضل عرفت وبرجع بعدين بشوف او انه بحجم السرطان وبرجع بعمل العمليه. يعني قد ايه ممكن هيدا التيست ممكن يبعد عنك كثير مضاعفات العلاجات يعني ومشاكلها. طبعا بالنهايه نحن وهيدا نص مشكله النساء اللي عندهم بريست كانسر قد ايه انه العلاج الكيميائي يهر لهم شعرهم يعمل لهم مشاكل عديده. يعني بلشت تقنعني شوي بقصه انا رح لك الامر بطريقه مختلفه. هلا قديش ترجع لعندي ضيف قديش تقنعني زياده. شي مره عملي حلقه عن مضاعفات العلاجات وتطور العلاج. المشكله عند الناس انه هن بيشوفوا بحاله المريض هيدي الفتره انا هذا المريض كثير عزيز على قلبي بدي خلال هالست اشهر شوف كيف التطور صار. بينما نحن بنشوف من 50 سنة كيف تطورت الامور. ففعلا في تطور كثير كبير. يعني قبل كانوا لعطيكي مثل الهوتشكين كانوا يعطون علاج شعاعي هون يجي المرض بس المريض يصح بس يكبر يطلع عنده التواء لانه هذه المنطقه مش عم تتطور. هيدي تخطوها. برجع بكرر في تطور كثير كبير. اذا الواحد اتطلع بشكل اوسع بشوف وين كنا وين صرنا. في امراض عم تشفى بسبب الخلل الجيني والسيطره عليه عم تشفى الخليه عم ترجع طبيعيه. في تطور كبير بس يجب توجيه العلاج تصويبه وفهم اكثر. بس ما بندعي نحن كثير مهم ورساله للجميع انه تيك هوم مسج انه نحن هذه خطوه برحله الألف ميل لنفهم اكثر واكثر الاورام وعم نقدر نصوب العلاجات اكثر. بس نحن ما بندعي انه الشفاء حيجي للكل ولا النتيجه حتفيد الكل. بس اكيد في ناس عم تستفيد. فبليز اسالوا عن تيومر بروفايلينج. فكروا انه هلا في خلل جيني لازم نعمل هذه الفحوصات واحكوا مع طبيبكم فيها. شكرا لك دكتور فادي فرحات. شكرا لحضورك ضيف معنا بالمجال الصحي ولكل المعلومات اللي اعطيتها للمشاهدين حول التيومر بروفايلينج اللي هو شغله كثير مهمه واساسيه لعلاجات افضل وموجهه اكثر لكل مريض لانه ولا مريض بيشبه الاخر. على امل يصير في وعي اكثر عند المشاهدين ويقتنعوا شو بيقول لهم طبيبهم لانه دائما نحن بنتكل على ثقتنا بطبيبنا وشو ما بيقول لنا كانه كلام منزل. بتخيل وبيهمني هذا الموضوع انه اليوم يكون بالتيومر بروفايلينج كلام منزل من طبيب لمريض لانه هذا الشيء بيعاونه وبيساعده لعلاج افضل. شكرا لك. شكرا لك. مشاهدينا لهون بتنتهي حلقتنا. بدي اذكركم انكم فيكم تتواصلوا معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وعبر ايميل برنامج. موعدنا بيتجدد بنفس الوقت مع ضيف جديد. الله معكم.